رجعينا بقى للتاريخ الجميل من خلال مسلسلك الجديد ورق التوت. عايز اعرف بقى المسلسل ده تفاصيل عنه، فريق العمل والموضوع بشكل عام. العمل دوت انا مقدمه فيه شخصيه جديده، شخصيه امراه تدير وحانه اسمها مالي مار، لكنها تطيح بالرؤوس لشده دهائها وذكائها، وعامله هي والوزير الحاكم نوع من المؤامره بانها اي حاجه مصايب بتحصل في البلد بخططوا لها مع بعض، بينفذوها مع بعض. شخصيه داهيه وشخصيه تبدو انها لعوب وحلوه ورقيقه، لكنها تحكم بلاد. يعني ايه اللي وجه الشبه بين الشخصيه دي وبين شخصيتك؟ صراحه ولا حاجه، انا طيبه ولا ادير القوه ولا ادير اي حاجه، حتى ولا بيتي عارفه اديره. لا يعني هي لا شك انها تتطلب الكثير من الجهد لتقنعك بانها امراه تصنع مكائد وانها امراه تستطيع ان تقتل. فالعمل الجد بالتمثيل الجد بيتطلب ممثلين بجد يعيشوا الشخصية ويتوهوا في تفاصيلها ويبقوا هم مليمار، بس أكتر من كده يعني ما فيش. فريق العمل بقى المخرج والمعلم كبير جدا، المخرج الأستاذ هاني إسماعيل، الكاتب أستاذ أيمن سلامة، المنتج التلفزيون السعودي منتج فني دكتور ماجد العبيد. وبإذن الله تعالى نتوقع إن شاء الله بأنه هنبتدي التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي الأول، وبعدين الهند هيبقى فيه أفيال وكل جمال الهند وشغلها. أول مرة بنشوف عمل فني مصري بيتصور في الهند. صحيح صحيح، هي الأحداث تروى أصلاً مالي مار، كندار، شهبار، كل الأبطال اللي معها آر هنود، مفروض أنه يعني إحنا بنمثل الشق الهندي. احساسك ايه بقى وانت رائده في الهندي؟ كان ناقصنا بس شاشي كابور. احساسي دايما انا بجري على الجديد، على اللي يعمل لي يستفزني، يعني يطلع مني واحده جديده انا ما بعرفهاش، فانا مستنيه زيك اشوف هتطلع مالي مار ازاي. يا بيه كان عندنا فرح نواحي القوم الغربي، وكنا راجعين وش الفش راكبين عربية أسرة، إلا وعربية نص نجل قاطع علينا الطريق بالعرض في حتة مقطوح، ونزلوا منها رجالة متسلحين، وفي ثواني يا بي في ثواني خطفوا بنتي وبنت أختي وقالوا يا أبو فكيك. هما ماشيين ضربوا عجل العربية علشان محدش يلحقهم. يا مراري يا مراري، يا ترى عملوا فيك ايه يا بنتي انت وبنت خالتك يا مراري؟ ما كانش معاكم رجاله؟ طبعا معروف المخرج هاني اسماعيل انه مخرج متمكن في الاعمال التاريخيه. الحقيقه كل الاعمال اللي قدمها قبل كده من النوعيه دي كانت بتحقق نجاح كبير. هو المخرج الجيد مخرج جيد يعني، وبيأدي أستاذ هاني إسماعيل أعمال مختلفة، لكن برز في الأعمال التاريخية. أصعب حاجة في التاريخي إزاي تقدمه بطريقة بسيطة عشان الناس تتقبله، ما يبقاش في حاجز اللغة وحاجز كمان الإخراج. أنا سعيدة أنه أستاذ هاني اختارني، لأنه هو وأستاذ ماجد دول أصدقائي والشغل مع الأصدقاء حلو. يمكن أعمالك التاريخية قليلة شوية صح؟ صح. ايه السبب؟ انا نجحت في تاريخي، وهو اللي اطلقني كنجمه في مصر اللي هو الفرسان، وقعدت 7 سنين لغايه ما عملت ابن ماجة مع الاستاذ حسن يوسف، قعدت مده طويله، وقعدت دلوقتي 7 تانية أو 8 سنين لغايه ما جاني اوراق التوت. السبب انه لما جاتني اوراق تاريخي وضعيفه قلت لا، اولا جمهوري مش هيرحمني، يعني جمهوري بيقول لي طب انت عايزه ايه، عملتي اسمك فانت مش محتاجه انك يعني تعملي اي شغل عشان اسمك، وبيحترموني بيعرفوا ان قراراتي في الاختيارات بتبقى صائبه احيانا يعني. لا دايما الحقيقه احيانا. فده تمنعي اني انا رفضت اعمال تاريخيه لغايه ما لقيت المناسب. يعني ايه اغيب عن البيت يومين ارجع الاقي اخويا تايه في الشوارع؟ ما تنسيش انا امه، يعني كنت قلقانه عليه اكتر منك بكتير. ازاي بقى وانتي السبب في كل اللي حصل؟ اديتيله جرعه انسولين اكتر من اللي مطلوبه. قلتلك انا معرفش ايه هي الجرعه المطلوبه، وانا قلتلك 100 مرة لازم تعرفي ايه هي الجرعه، لازم تتعلمي، ده ابنك. انتي اتعودتي كده،
كل ما تحصل مصيبة تعلقيها في رقبتي. لا، لو انت بتحبيه قد كده ما كنتيش سبتيه ورحتي لندن تتفسحي. شايفة بقى ان انا سافرت لندن اتفسح؟ انت عارفة كويس قوي ان انا سافرت من كل المشاكل اللي جت فوق دماغي مرة واحدة، ولا انت ولا ابويا حاولتوا تساعدوني في حلها. يحلها لك نحلها ازاي وانت ما بتسمعيش كلامنا؟ لان عمركم ما حسيتوا بيا. انت العنادك ونشوفيه دماغي خلقتي مشاكلك بنفسك، ما تجيش دلوقتي وتلومينا انه ما عرفناش نوصل لك عشان نساعدك. خلينا افكرك كمان، عملتي تاريخ معاصر من خلال الطريق الى ايلات، الفيلم السينمائي برضو اللي كسر الدنيا، ومسلسل سيد درويش. يعني هي دي كمان قديمة ولكن ليست لغة عربية. يعني احنا ده احنا اتكلمنا في اعتقد مرحلة الحرب العالمية الاولى، عملت لأحد ينام في اسكندرية، وعملت عملت اعمال كتير مش قادره افتكرها، عملت كتير، عملت من زمان مع هاني لاشين مسلسل كان كمان مرحله تاريخيه، لكن اخرهم كان مع الاستاذ عمر عبد العزيز مسلسل الضخم، كان مش عن درويش وبس، كان عن مجموعه كامله على الفتره التاريخيه دي كامله يعني، وكانت مسح ايضا زي ما قلت حضرتك مسح حضاري للمرحلة الكاملة بتاعة الحرب العالمية، ولغتها كانت مصري، فدي أسهل علينا بأنك تكون قريب في متناول إيدي الناس. أما لما تتكلم لغة عربية فلازم تبذل جهد أكبر كإخراج وكلغة كتابة عشان تكسر الحاجز.